مرحبا بكم في HCAT. سنقدم لكم اليوم فيديو توضيحي مفيد حيث سنغطي عملية النقش بالكامل مع توضيح جميع الآلات المستعملة والأحجام المختلفة. لذا المرجو منكم إحضار ورقة وقلم لتدوين الحجم الذي تريدونه لكي نستطيع أن نرسل لكم التسعير الصحيح. الخطوة الأولى هي عملية التصميم باستخدام البرنامج الخاص بالتصميم Corel Draw. بعد ذلك طباعة عينة من التصميم. الآن الخطوة الثالثة هي قطع صفائح النحاس باستخدام قاطعة الصفائح هذه، وهي الآلة التي ترون أمامكم، هي آلة قطع يدوية التي نصنعها أيضا في المشغل، وهي متوفرة بأربعة أحجام. هذه هي الآلة الأولى التي تحتاجونها في مصنعكم لبدء عملية النقش. المرحلة الرابعة هي وضع الطلاء على لوحة النحاس باستخدام كابينة رش الطلاء. هذه الآلة هي عبارة عن كابينة متخصصة بها شلال داخلي للماء لإبقاء المصنع نظيفا، وأيضا تحتوي على نظام دوران تلقائي. كل ما عليكم هو الضغط على الزر وسوف تدور اللوحة للجهة الأخرى أوتوماتيكيا. يأتي هذا الجهاز أيضا بأربعة أحجام. بمجرد الانتهاء من عملية الطلاء سنخبط الصفيحة في الفرن لمدة تتراوح ما بين 15 و 30 دقيقة في فرن متخصص صنعناه في المشغل، يحتوي على سخان ثلاثي الجوانب، نظام ترموستات تلقائي، وعادم للحركة، وأيضا جهاز مؤقت. المرحلة التالية هي طبع التصميم باستخدام آلة التعريض السريع، وهي تقنية حاصلة على براءة اختراع في الهند كما ترون في الفيديو. هي آلة محمولة وهي آلة أوتوماتيكية بالكامل، تستهلك 1% فقط من الكهرباء مقارنة بالمصابيح التقليدية. بعد استخدام آلة التعرض السريع على التصميم على كلا الجانبين، يتعين علينا استخدام مطور مزدوج الرأس كما ترون في هذه الخطوة. لا يوجد شيء مرئي على الصفيحة النحاسية. سنقوم الآن بضبط السرعة لمطور ثنائي الرأس باستخدام لوحة التحكم. تستغرق هذه الآلة من دقيقة إلى دقيقتين تقريبا لتطوير التصميم على كل الجانبين، حيث يتم التحكم في الضغط بالكامل باستخدام مضخة الضغط العالي. الآن كما ترون التصميم قد تم تطويره بدقة، وكما ترون فقد تم ذلك على كل من الجهتين. هذه الآلة هي متوفرة بأربعة أحجام. العملية التالية هي عملية القطع والنقش باستخدام آلة النقش مزدوجة الرأس. كما سترون يتم الآن نقش التصميم في هذه الآلة ذات الجانب المزدوج. يستغرق الأمر من 15 إلى 20 دقيقة لعمليتي النقش والقطع. يمكنكم أن تروا النتيجة، القطع دقيق للغاية. في نهاية هذه العملية لا توجد أي حواف حادة في التصميم، لا نحتاج إلى أي عملية أخرى لترطيب الحواف الحادة. تتوفر آلة النقش والقطع بأربعة أحجام، يمكنكم الاختيار منها حسب متطلبات الإنتاج. الخطوة التالية هي إزالة الطلاء باستخدام آلة التجريد، وهي آلة صغيرة كما ترون. هذا الحجم الصغير، يوجد أحجام أخرى. تستغرق عملية إزالة الطلاء ما يقرب من 15 دقيقة. إذا كان لديكم إنتاج عالي استخدموا هذه الآلة، أما إذا كان إنتاجكم منخفضا فعليكم استخدام حوض التجريد كما ترون في الفيديو. كما ترون التصميم جاهز،
كل ما عليكم هو تغليفه بالمادة التي تريدون، النحاس أو الذهب أو الفضة. وهذه الأحجام في آلة التجريد. المرحلة الأخيرة هي التصفيح بالذهب. كما قلنا يمكنكم تغليف الصفيحة بالمادة التي تريدونها، وفي هذا الفيديو سوف نقوم بتغليف مادة الذهب. هذه هي الآلة، وهي آلة متعددة الاستخدامات وهي أوتوماتيكية، تحتوي على العديد من الامتيازات والإعدادات، وهي آلة تستطيع عمل الفضة والذهب. فكرة تطوير هذا الجهاز هي للتحكم بالجودة في المشغل وأيضا للحفاظ على الخصوصية. يمكن لهذه الآلة استيعاب ما يصل إلى 4 أحجام مختلفة من اللوحات. للحصول على معلومات إضافية ومن أجل التسعير، راسلونا على البريد الإلكتروني أو على الواتساب.